لما أهين الإمام أحمد من قبل ابن أبي دؤاد رفع يديه إلى من ينصر المظلوم وقال: اللهم إنه ظلمني وما لي من ناصر إلاك، اللهم احبسه في جلده وعذبه. فما مات هذا حتى أصابه الفالج فيبس نصف جسمه وبقي نصفه حي، دخلوا عليه وإذ به يخور كما يخور الثور ويقول: أصابتني دعوة الإمام أحمد، مالي وللإمام أحمد، مالي وللإمام أحمد. ثم يقول: والله لو وقع ذباب على نصف جسمي لكأن جبال الدنيا وقعت علي، أما النصف الآخر فلو قرض بالمقاريض ما أحسست به. فإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. في الأثر أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة، وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمِ.